برنامج مسطر قبل، لان كانت قبل هذا كما نقولوا هذا اللقاء الثاني، كانت كما نقولوا لقاء اول مع يعني كما نقولوا باستدعاء من رئيس جمعيه الشباب للثقافه الرياضيه بسطات، اللي تم الاستدعاء ديالنا يعني قبل هذا اللقاء الثاني. ومن خلاله كان يعني كانت كما سحافه الاستقبال، كذلك كان هناك يعني شغف للعمل يعني كما نقولوا مع الاخوان، وهذا كيجعلنا اننا نحاولوا نشدوا باليد ونحاولوا نديروا واحد الدورات كونيه تكون هنا بمدينه سطات، من اجل اننا كما نقولوا مثلا نوسعوا القاعده ونعرفوا بالرياضه ونعرفوا السند القانوني اللي كيمارس الاخوان الناس ديال التايكوندو اي تي اف على الصعيد الوطني. فعلا المساله اللي خصو يفهموا الاخوان هو انه كاين على الساحه كاين يمارس هناك تايكوندو اي تي اف، وكاين هناك تايكوندو دبليو تي اف اللي كيتمارس يعني تقريبا في مجمل الجمعيات على الصعيد الوطني. اللبس اللي كاين حاصل هو اننا حاولنا باش نوضحوا هذه الصوره هذا على المستوى ديال الجهه، هو انه كاين هناك بعض الناس كتمارس تايكوندو يعني اي تي اف بصفه غير قانونيه، وهذا اللي جعلنا باش نحاولوا نوضحوا للراي العام وكذلك للمدربين والاطر الفعاليين. ومن خلالها كان حتى مساله ديال تواجدنا مع اللقاء ديال المدير الاقليمي بسطات لوزاره الشباب والرياضه بسطات، من اجل اننا نوضعوا يعني كما نقولوا الملف القانوني ديالنا شكون هما الناس ديال اللجنه الوطنيه على الصعيد الوطني. في النقطه اللي كتشير ليها استاذي فيما يخص بالنسبه للخروقات، انا بالنسبه لينا احنا اي كما نقولوا اي رساله او شكايه كتوصلوا بها مثلا بالنسبه لينا كنقوموا بالتحرير ديالنا وكنديروا كما كنراسلوا الجهات المختصه، من اجل اننا نوقفوا هذاك الشخص على انه يسول الوضعيه ديالو القانونيه، وهذه مساله طبيعيه لاننا بالنسبه لنا ضروري تكون مساله دائما راه القانون فوقنا كاملين جميعا. هذا هو المهم. كانت المشاركه ديالي مؤخرا في كوريا الشماليه يعني كما نقولوا البطوله العالميه للتايكوندو اي تي اف بكوريا بالعاصمه بيونغ يونغ، وكنا اننا كنا درنا واحد اللقاء قبل من كما نقولوا قبل البطوله من اجل اختيار كما نقولوا الحكام اللي غيقوموا كما غمار المنافسات الاقصائيه والنهائيه، واللي كان العدد ديالهم 173 حكم. تم الحمد لله يعني كما نقولوا بالحمد لله ان تم الاختيار ديالي كحكم عربي وافريقي في هذه الدوره ديال في هذه البطوله العالم اللي تقامت بكوريا ما بين الفتره ما بين 14 و22 شتنبر 2017. وكنا الحمد لله اننا كنا في مؤتمر الواحد 26 اللي حاولنا في المؤتمر ديال الجامعه الدوليه، كنا وضعنا اننا كانت لنا الكلمه من اجل اننا نحاولوا المعراقل ويعني والمشاكل اللي كتصب مثلا على الساحه المغربيه فيما يخص التايكوندو اي تي اف، اللي حاولنا كما نقولوا نحاولوا نعطيو دوك النقاط باش ننجحوا مثلا باش يتحرك مثلا الاي تي اف على المستوى الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. مازوز مصطفى امين مال اللجنه الوطنيه للتايكوندو اي تي اف، واللي غنطلبوا حنايا دابا هنا نطلبوا من هذا المنبر هذا يعني الناس اللي عارفين اللي تي اف والناس اللي ما عارفينش نحاولوا نعرفوا ان شاء الله بالمنطقه مزيان باش يحاولوا يكونوا مشاركات ويكونوا ديزاتليت الحمد لله اللي يمكن يشاركوا في المنتديات الدوليه ونهضوا بهذا الرياضه هذا. وما علي غير انني نقول نشدوا بيد الحراره على المندوب ديال المنطقه اللي استقبلنا واحد الاستقبال بالحفاوه والحمد لله وتقبل الفكره، وكان من ضمن الناس اللي شجعنا حتى هو اننا نزيدوا للامام، وحتى هو متحمس باش ان المنطقه ان شاء الله يكون عندها واحد الاشعاع مزيان من ناحيه ديال الرياضه ويكونوا ابطال هنا ان شاء الله، ولما لا يكونوا ابطال دوليين في التايكوندو لي تي اف. النصيحة اللي ننصح الشباب المغربي خص يعرفوا بلي هذه الرياضة هي الأصل تاع التايكوندو ويحتضنوها واحد الحضن كبير بحكم أن عندها شعبية كبيرة دوليا، واللي كنتمنى أن فيها آفاق كبير. يعني واخا هذو مجموعة الرياضات اللي كيقول لك عندنا آفاق في الرياضة ديالنا، ولكن حنا عندنا مجموعة الاختصاصات اللي كتخول أي واحد على حدة أن يمارس، ولو أن كيكون مثلا ناقص في شي حوايج مثلا بحال نقول مثلا الانسان مثلا ما عندوش حق بان يشارك في مباراه، ممكن يشارك في استعراض، ممكن يشارك تهز مباشره من واحد الرياضه معينه ويدخل لهذا اللي سميتو ويعطي الاستعراض ديالو، هذا الشيء ناقص في رياضات اخرين، لكن استعراضات فقط، ولكن حنا عندنا استعراضات على شكل بطولات.